طيب، حتى نطمئن على كل الاجراءات، معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده العميد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عدلي. يا محمد بيه، ازيك ومستعد للموسم الجديد ولا لسه؟ ده انت عارف يا كابتن عدلي، احنا جاهزين وجاهزين والله، بس يعني الناس بقى تبدا تتحرك وتساعد في الطريق الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لنا دلوقتي بالنسبه لترتيبات الجمهور بكره، ال 5000 تذكره طبعا نفذوا. الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن جمهور النادي الاهلي في التزام، كنا نتمنى طبعا يبقى فيه يعني عدد جمهور اكثر من كده، ولكن برضه نرجع نقول مباراه السوبر بقى لها فتره بتتعمل بره مصر، وده طبعا النهارده كل الجهات المعنيه يعني اثرت المباراه دي تلعب في مصر بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. الاول قالوا بدون جمهور، وبعد كده برضو عشان خاطر يعني مباراه زي ما حضرتك قلت كده تبدا بدايه جيده للموسم الجديد ان شاء الله، فبقى اصبح في جماهير، ومباراه تكون في برج العرب ب 5000 للفريقين. يمكن هتاخرنا شويه على الجمهور، ولكن احنا بنساعد لجنه الاتحاد المعينه عشان خاطر برضو في الترتيبات، هم اتاخروا علينا. احنا النادي الاهلي التزم، مفيش تصريح خرج غير اما كل الامور كانت في نصابها الصحيح. كان في تعاون كويس مع لجنه القائمه على اداره امور الاتحاد. التذاكر وصلت معانا، وصلت لنا اول امبارح طبعا على الفور، اتفتح السيستم للجمهور، تم الحجز. النهارده الجمهور ما بيستلم تذاكره عن طريق منافذ ثوري، باقي التذاكر اتباعت في منافذ على مستوى 3 فروع سواء الاعضاء الجمعيه العموميه او ذويهم او اقاربهم، برضه بنفس القصه وملتزمين بالتعليمات. فالنادي الاهلي الحمد لله ده مش يعني مش اول مباراه بجمهور، احنا عندنا سيستم ثابت، وده دايما بنقوله للناس. احنا بس بنناشد كل جماهيرنا اللي نلتزم بالنص ونلتزم بتشجيع الفريق، عشان زي ما بنقول كده تبقى بدايه موفقه لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لضوابط الدخول بكره واي تعليمات للجمهور اللي رايح، هو طبقا اللجنه الامنيه طبعا هم برضو حددوا خط سير لجماهير الزمالك وخط سير لجماهير الاهلي. طبعا كل ده يعني انا شايفها استعدادات تمام يعني امنيه، بس انا عايز اقول ادينا شفنا النهارده مؤمن زكريا لعبنا النهارده جمهور الزمالك وجمهور الاهلي اتنفض او انتفض عشان خاطر يدعم الجمهور جماهير مصر كلها. يعني انا عايز اوصل رساله يا جماعه يا مسؤولين، ما تخافوش على الجماهير المصريه. الجماهير مهما كان في ايا كان مشاحنات او في ناس عايزه تعمل فتنه او في ناس عايزه يبقى في ذريعه لفتنه، لا الجماهير واعيه كويس قوي. الناس المسؤوله او رجال الدوله بقى بالكلمه الحقيقيه واعيين كويس قوي، فاهمين كويس قوي. مش كل واحد هيطلع النهارده يقول كلمتين ويخوف الناس. انا اسف، رجل دوله يعني يكون عارف يعني بيقول ايه وبيقول ايه امتى. النهارده جماهيرنا واعيه جدا، جماهيرنا عارفه كويس قوي ازاي تشجع فرقتها، حتى لو كل جمهور بيشجع فرقته، ولكن في الاخر لو اتقابلوا ويسلموا على بعض في الاول. يعني معلش احنا شعب مصر، الشعب المصري كله على كلمه رجل واحد، وكله يعني بيشجع فرقته وبيوقف ورا خصوصا يعني في المواقف الانسانيه يعني حقيقي يعني. الله ينور عليك. فعشان خلينا بقى يعني نخرج بره ده وما نخوفش الناس، احنا عايزين بكره مباراه عاديه جدا، مباراه سوبر ان شاء الله باذن الله. هنبارك النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وجميع النادي الاهلي، ويعني الكسبان هيدي مباراه جيده ان شاء الله. وانا بقول لك الجمهورين على مستوى سواء الاهلي او الزمالك، انا متاكد ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه مشرفه جدا. وهناك مبادرات من ناس كتير عقلاء سواء الاهلي والزمالك، ازاي يرفع علم الاهلي مع علم الزمالك، وده ان شاء الله باذن الله احتمال كبير جدا نشوفه بكره في استاد برج العرب. فبنقول للناس ما تخافش، ولكن بنقول لشبابنا المتحمس ارجوكم يعني بلاش حد يجرنا في مهاترات ملهاش لازمه. الكل واحد، احنا في دوله قانون، والقانون في الاخر بياخد الاجراء، ولكن في الاول وفي الاخر دي مباراه كوره. ارجع اقول تاني، النهارده اما يبقى في لعيب في اي نادي يبقى عنده حاجه، بتلاقي كل جماهير الانديه بتقف جنبه. شفناها في لعبنا وابننا مؤمن زكريا. انا متهيألي دي كانت رساله قويه جدا لكل العقلاء، رساله قويه جدا للعقلاء كلها. فخلينا بكره مباراه تبقى جيده ان شاء الله. طبعا انا بقول برضو تاني عشان جمهور النادي الاهلي يلتزم، لان برضو في معلومه جات لي انا ما اعرفش، مش عايز اتاكد يعني مش عايز اقول حاجه، ولكن ارجو من جماهير النادي الاهلي، احنا التذاكر ال 4500 تذكره اللي وصلت لنا نفذوا طبقا للتعليمات وطبقا للتعليمات اللي جمهورنا اللي متعود عليها، كله واخد بطاقه التذكره بتاعته ببياناته موجوده. ما حدش يسعى يجيب تذاكر من الفريق المنافس، زي برضه بالظبط ما احنا التزمنا. ارجوك لان سامع الاسكندريه بيشتروا تذاكر من نادي الزمالك، فدي برضه هتبقى عامله مشكله ليهم في الامن. انت راجل اهلاوي النهارده ليك مدرجاتك في الثالثه شمال، ودي حاجه كويسه جدا. نادي الزمالك فيه مدرجات في الثالثه يمين. جمهور نادي الاهلي متحدد له بوابه 3 لحاملي تذكره الدرجه الاولى شمال، بوابه 7 لحاملي تذكره الثالثه شمال.
هيبقى دخول ميسر في شركه على اعلى مستوى، شركه امن هي اللي تبقى مسؤوله عن التامين على اعلى مستوى. نجاحها بكره، هي نجحت قبل كده في تنظيم كاس افريقيا، نجاحها بكره هيساعد برضه في استمرار الدوري، هتبقى موجوده معانا في الدوري. فاحنا هنرجع نقول ثاني، بنقول لكل جماهيرنا نساعد شركه الامن الموجوده، نساعد الناس المنظمين، نشجع فرقتنا، وان شاء الله باذن الله باذن الله نصر النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. سيد العميد، انت اشرت الموضوع مؤمن زكريا، مؤمن تم تفعيل عقده وراح اتحاد الكره ووثقه؟ ان شاء الله تمام. الامور دي لجهاز الكوره كابتن طارق حفيظ قايم كل الامور دي على اكمل وجه الحمد لله. طيب تمام، وتابعته في سفر امبارح ولا الاخبار ايه لسه؟ هو سافر بالسلامه وحضر طبعا، احنا شفنا كلنا تابعنا كل المواقع، يعني كابتن مؤمن تم تكريمه في احتفاليه تكريم لاعبنا في النشاط الرياضي، ودي كانت الحمد لله لفه طيبه من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره بالكامل. احنا زي ما بنكرم عمر ما النادي الاهلي، عمر ما النادي الاهلي ثاني يعني لاعب او مدرب او اداري او موظف او عامل في النادي او ايا كان خدم النادي، عمر ما النادي الاهلي استغنى عن اولاده او ساب اولاده، بل بالعكس ده بيقف مع اولاده وكلنا عارفين كده كويس، سواء قدامى لاعبين، قدامى عاملين، قدامى موظفين، يعني زي ما احنا بنقف مع اولادنا وهم بيلعبوا وبيدوا النادي الاهلي، زي ما احنا بنقف برضه مع الناس اللي بتسيب النادي الاهلي ولكنها خدمت النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيسيبش اولاده، وما بالك بقى كمان اما كابتن محمود الخطيب وهو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو اصلا يعني معروف عنه هذا الموضوع لوحده، لكن احنا النادي الاهلي عمره ما بيقول، عمره ما بيصرح حاجه زي كده، لان دي حاجات بتتعمل، ده واجب على النادي الاهلي واحنا اتربينا على كده. يعني كابتن عادل انت كنت موجود، يعني انت ربطونا على كده، وانا من وانا صغير بشوف ناس خدمت النادي عمر ما النادي سابها. فالنهارده مؤمن زكريا مش اول حاله النادي الاهلي يقف جنبها، كتير جدا جدا جدا. صحيح. النادي الاهلي واقف جنب اولاده، جنب عاملينه، جنب موظفينه، جنب مديرينه، جنب لاعبينه القدامى في كل مكان، مفيش حد النهارده خدم النادي الاهلي النادي الاهلي بيستغنى عنه او بيسيبه ابدا. هذا حق من اخلص للاهلي على الاهلي، احنا مش بنمن على حد بحاجه، لكن كمان ما فيش داعي للناس تتاجر بآلام الآخرين وعشان تكسب بونت ملوش لازمة. مؤمن حتى وهو بيطرح حالته بيسأله مهيب، بيقول له يعني قال له لا أنا قاعد في النادي الأهلي، لما أرجع بالسلامة أنا 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 وده بيتي بإذن الله. فإذا ده مش تعليق واحد متضايق، ده تعليق واحد يطمئن للمكان اللي هو فيه. شوف، هو يمكن الحاجة طبعا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، مؤمن زكريا فعلا يمكن حس بحب جمهور الكرة المصرية مش النادي الأهلي بس، حس طبعا حب جمهور الكرة المصرية، حس بحب الرياضيين على المستوى الرياضي بالكامل، مش اللي بيلعب كرة فقط لا غير، كل الألعاب. مؤمن زكريا النهاردة لاعبين النادي الأهلي بالكامل في كل الألعاب وقفت تحية لي ودعم لي عشان يرجع بالسلامة ان شاء الله. يرجع لنا بالسلامه باذن الله، وكل واحد في النادي الاهلي لست وحدك ايا كانت الظروف. طب الجمهور اللي رايح برج العرب، مداخل جمهور الاهلي من الطريق الصحراوي منين يا سيد العميد؟ مداخل جمهور الاهلي من الطريق الصحراوي من الطريق برج العرب من الخارج، من الطريق الصحراوي نفسه هينزل على طول على ال البوابات اللي انا قلت عليها، بوابه 7 وبوابه 3. الجمهور المنافس او نادي الزمالك هيكون الدخول من ناحيه مطار برج العرب من الكيلو 21. انت في النادي بقى في كل مقرات النادي في ترتيبات خاصه للسوبر؟ طبعا، يعني انا عندي في الشيخ زايد، عندنا في الشيخ زايد الشاشه الرئيسيه موجوده، عندي مجهزين اكثر من مكان، يعني دي في مصر في 10 اماكن لنقل المباراه، اهل الجزيره في 6 اماكن لنقل المباراه، اهل الشيخ زايد، وطبعا اللي هو حسن مسعود ربنا يديله الصحة، والخالد مرسي ربنا يعني يعينهم كلهم، وكابتن وائل الكشكاوي جاهزين بكرة إن شاء الله لاستقبال أعداء الجمعية العمومية بالكامل على استاد المباراة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ليلة سوبر وفرحة أهلاوية بإذن الله يا سيادة العميد. يا رب إن شاء الله بإذن الله يا فندم. وتاني وتالت ورابع ربنا مع كل جهد مخلص لصالح الأهلي ثم الوطن، أو الوطن ثم الأهلي. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.